تتذكروا أول ميجر بوينت هي إن نفرق بين أنواع الأوتيتس ميديا، أكيوت أوتيتس ميديا عن أوتيتس ميديا with effusion عن كرونيك أوتيتس ميديا. عرفنا كل واحد فيهم وقلنا الأكيوت فيها سيمتومز وهي اللي بدها مضاد حيوي إذا قررنا بدنا مضاد حيوي، هدول النوعين ما بياخذوا مضاد حيوي. أوتيتس ميديا with effusion حكينا هي مرحلة تسبق أو تلحق الأكيوت أوتيتس ميديا. مهم أميزها لي عشان إذا كان يعني مرحلة تلحق إني إيش أوقف المضاد الحيوي إذا وصلت لها. كرونيك أوتيتس ميديا هو إذا عنا بيرفوريتد بالطبلة وبعادي بيكون في ديسشارج لفترة طويلة. حتى الأكيوت أوتيتس ميديا قسمناها أنواع سيرتن وأنسيرتن، وجوا كل نوع في سيفير ونان سيفير، واللي حدد لنا سيفير ونان سيفير هو شغلتين البين والفيفر. طب والبين والفيفر برضو بيلعبوا دور وين؟ مرة تانية يعني البين والفيفر لعبوا دور انه هي سيفير ولا نان سيفير كيس. طب في اشي تاني لعب فيه البين والفيفر ايش هو؟ بالتريتمنت يس، لأن قرر انه عندي فيلير تو تريتمنت او مش فيلير، كان البين والفيفر هم بيلعبوا دور يعني هون بالجدول. هلا بدي الخصه كمان مره تانية، حتى اقرر انه انا عندي فيلير للتريتمنت اللي بلشت فيه الانيشيال، بعد يومين لثلاث ايام او 48 ساعه 72 ساعه جماعه قلت انا 48 72 او قلت يومين لثلاث نفس الشيء 48 ساعه يوم من يومين 72 ثلاث ايام، وحتى اقرر انه عندي فيلير لازم اعمل اغير الدواء من الانيشيال للادويه اللي تحت، انا عيني على البين وعلى الفيفر، ما تحسن البين ما قلت الحراره. كيف بحكي انه ما عندي امبروفمنت؟ نو امبروفمنت بناء على البين والفيفر. اذا البين ما نزلت الليفل تبعه من سيفير لموديريت لمايل او لحتى يصير صفر ما في بين، او الفيفر ما قلت درجه الحراره، معناه انا عندي ما في امبروفمنت، اذا عندي فيلير، اذا بدي احول من الانيشيال ل سكند تشويس من الخيارات اللي تحت. هلا ذكروني بعد السمري بدي اعيدوا هذا الجدول مهم تمام. فالبين والفيفر لعبوا لي دورين، الدور الاول انه صنف لي الحالات هي سيفير ولا نان سيفير، وبناء على السيفير ونان سيفير كل الانتي بايوتيك بيتغير. ثاني دور لعبوا البين والفيفر انه هل في امبروفمنت بالانتي بايوتيك اللي ضفته ولا ما في امبروفمنت. بعدين حكينا بعد انواع الاكيوت اوتيتس ميديا حكينا انه اغلب الكيسات هي بكتيريال انفكشن، وامنج البكتيريا هي ستريبتوكوكس نيموني هي اكثر بكتيريا منتشره. بعدين بالسلايدات مشينا بالتريتمنت نان فارماكولوجيكال ثيرابي. ايش غطينا بالنان فارماكولوجيكال ثيرابي؟ عن ايش حكينا الميجر بوينتس بالنان فارماكولوجيكال ثيرابي؟ سموكينج دكتورة، كنترول الريسك فاكتور. سموكينج الريسك فاكتور دكتورة، ايوه هيك بنحكي. كنترولينج اوف موديفايبل كمان مش بس ريسك فاكتور يا اروى، موديفايبل ريسك فاكتور، لانه في ريسك فاكتورز نون موديفايبل زي لما نقول ميل جندر جينيتيك فاميلي هيستوري جينيتيك بريد ديسبوزيشن هاي نون موديفايبل. فلما بحكي كنترولينج اوف موديفايبل ريسك فاكتورز بما فيها السموكينج اللي حكى عن السموكينج، بما فيها الباسيفاير يوز بوائف اللهاي، بما فيها السوشيو ايكونوميك ستاتس اذا حاولت احسن فيه، بما فيها الوينتر سيزون انه دائما فيها الفايرال انفكشن اذا قلت الفايرال ممكن يقل البكتيريال انفكشن، بما فيها ايش كمان سموكينج اكسبوجر، البريست فيدنج، بريست فيدنج ان اعمل اديوكيشن للام انها تزيد البريست فيدنج، هاي كلها بسميناها موديفايبل ريسك فاكتور. كل ما عملنا كنترول للموديفايبل ريسك فاكتورز هاي تعتبر من نان فارماكولوجيكال ثيرابي. الفاكسين تتذكروا بالفاكسين كمان حكينا نقطتين الانفلونزا فاكسين والنوموكوكال فاكسين. هلا الانفلونزا فاكسين كنا عم نحكي وين احنا جبنا الفاكسين، وين 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 هون بالانفلونزا فاكسين حكينا انه ممكن نعطيه ييرلي خصوصا للناس اللي كانوا لما تحت عمر السنتين كتير غلبوا اهلهم بالاكوت اوتيتس ميديا، فممكن نعطي انفلونزا فاكسين كبريفنشن تمام. هاي افكتيف النوموكوكال فاكسين ليميتد اوفر اول بنفيت، فما بناكد عليه النوموكوكال فاكسين. هاي نظرتنا بالنسبه للفاكسينز.
بعدين دخلنا آخر إشي بالفارماكولوجيكال ثيرابي. كنا أول جملة حكيناها مين الناس اللي بنعطيهم، وين السماري؟ فارماكولوجيكال ثيرابي قبل الانتيبايتك. في ادجنكتيف ثيرابي، ادجنكتيف يعني البين مانجمنت والفيفر، يعني بنحكي انالجيزك، وانتيبايتك تعتبر ادجنكتيف ثيرابي مش انتيبايتك. نيجي هلا على الانتيبايتك، مين الناس اللي قررنا اصلا نعطيهم انتيبايتك؟ هلا مش كل المرضى بدهم ياخذوا انتيبايتك. مين الثلاث كيسات اللي قلنا لازم ياخذوا مضاد حيوي؟ اذا كان لازم ياخذ تحت السنتين، تحت السنتين، أقل ست شهور دكتورة، أقل ست شهور، من ست شهور، فأقل من ست شهور سواء كان سيفير ونان سيفير بده يأخذ مضاد حيوي. هاي أول كيس. ثاني كيس أكثر من ست شهور مع سيفير دكتورة، عند السيفير أكثر من ست شهور وسيفير، هاي ثاني كيس. ثالث كيس اللي كان عندهم مايلد وعطيناهم 72 ل 24 ل 48 ل 72 ساعه وما استجاب معهم نعطيهم انتيبايوتيك. يعني واحد نان سيفير، ما نقول مايلد، نان سيفير او انسيرتن، بس عدينا مرحله الويتنج تايم اللي هي 48 ل 72 ساعه وبرضه لسه السيمتومز ما تحسن، فهذا لازم نعطيه مضاد حيوي. ممتازين. ثاني نقطه غطيناها هي المضاد الحيوي. في شغلتين بالسلكشن تبع المضاد الحيوي، اختار مين ولا مين. تنين بيأثروا السيفيريتي تبعت السيمتومز، هل هو سيفير ولا نان سيفير. ثاني شيء الالرجي، هل عنده الرجي ولا ما عنده الرجي. خليني اعطوني بس دقيقه الخص هذا الجدول يا جماعه. هلا احنا اذا قلنا بس سكر المايكات، مين مايكو فاتح؟ طارق سكر المايك. اوكي دكتوره. هلا شوفوا ركزوا معي بهذا الجدول لانه مهم جدا. اذا انا قلت مريض ما عنده أليرجي ونان سيفير أموكسيسيلين هو الفيرست لاين، ما عنده أليرجي وسيفير أموكسيكلاب. طيب عنده أليرجي ونان سيفير لازم أعرف شو نوع الأليرجي. إذا نان تايب 1 ونان سيفير أورال سيفالوسبورينز سيفدينير سيفيروكسيم سيفبودوكسيم. سيفير ونان تايب 1 أليرجي بروح على الانجكشن سيفترايكسون. تايب 1 أليرجي سواء كان سيفير ولا نان سيفير بروح على الأزيثروميسين. ممكن السيفير أعطيه دوز أعلى أزيثرو أور كلاريثرو، لأنه أغلب الصغار ما بنحب نعطيهم كليندامايسين. تمام. إذا مرة تانية سيفيريتي وما جبتش سيرة الألرجي، خلاص إذا سيفير أموكسيكلاف، نان سيفير أموكسيسيلين. إذا دخلنا بالألرجي لازم أحكي لك هل هي تايب 1 ولا نان تايب 1. إذا تايب 1 خلاص كل الكيسات بعطيها يا أزيثرو يا كلاريثرو. إذا نان تايب 1 ألرجي بفرق معي، سيفير بده يروح على الإنجكشن لأنه أقوى، نان سيفير بعطيه الأورال سيفالوسبورينز. تمام. هلا اذا صار فيلير، ايش يعني فيلير؟ يعني انا اعطيت واحد من هدول اللي ذكرناهم وما استجاب، شو النكست ستيب؟ هاي نشوف، نمشي عليهم واحد واحد. اذا واحد ماخذ أموكسيسيلين وما استجاب بعد 48 ل 72 ساعه بينزل هيو أموكسيكلاف. اذا الأموكسيكلاف يعطى لواحد كان ماخذ الفيرست لاين نان سيفير اللي هو مين؟ هيو فيرست لاين نان سيفير أموكسيسيلين. يعني شايفين هدول اللي هون معناه متى اعطي الاموكسيكلاف؟ بعطي الاموكسيكلاف لواحد كان ماخذ الفيرست لاين نان سيفير، بدور عليه بلاقيه هون اللي هو اموكسيسيلين لحاله. اذا بعطي اموكسيكلاف بعد مرور 3 ايام على الاموكسيسيلين وما تجاوب، فبعمل ستيبنج اب بالثيرابي بعطي اموكسيكلاف. طيب لو كان ماخذ اموكسيكلاف من البدايه وما استجاب بنزل سيفترايكسون. سيفترايكسون بنعطى لواحد ماخذ فيرست لاين سيفير، هيو فيرست لاين سيفير اللي هو أموكسيكلاف وما استجاب بنزل على سيفترايكسون الانجكشن. طيب هاي ثالث خيار، واحد معطينا اورال
سيفالوسبورينز وما استجاب برضو بده ياخذ انجكشن. يعني انجكشن تنقذني بحالتين، اموكس كلاب وما تجاوب بعطي انجكشن، اورال سيفالوسبورين ما استجاب بعطي انجكشن. فهيو الانجكشن برضو للنان تايب 1 نان سيفير، لهي هم نان تايب 1 نان سيفير اللي هم الاورال سيفالوسبورينز، مر عليهم يومين لثلاث ايام ما تجاوب بحولهم على سيفتريكسون انجكشن. طيب اذا خلصنا من الاموكسيسيلين بتحول اموكسيكلاب، اموكسيكلاب بتحول لسيفتريكسون، اورال سيفالوسبورين بتحول لسيفتريكسون. طب لو كان سيفتريكسون بنزل لك ليندا، اذا من البدايه اعطيته سيفتريكسون وما تحسن بنزل لك ليندامايسين. هيو كليندامايسين بنعطى لنان تايب 1 اليرجي مع سيفير، هيهم نان تايب 1 اليرجي مع سيفير المفروض اعطيهم سيفتريكسون، ما تحسنوا بنزل لك كليندامايسين. الخيار الثاني اذا ازيثروميسين او كليريثروميسين ومر عليهم 48 ل 72 ساعه وما تحسنوا بعطي كليندامايسين. هاي كليندامايسين برضه للتايب 1 اليرجي سواء كان سيفير ولا نان سيفير. واضح؟ مين مش فاهم هذا؟ أو مين ببلاش أقول مش فاهم، مين بيقدر يلخص اللي أنا حكيته؟ ألا مش حادة، لخصي لي أنا حكيته. هلا أول إشي بنعطي حالة الفيلير من الأموكسيسيلين، بنعطي أموكسيسيلين زائد كلاب. طيب. في حالة ناخذ أموكسيسيلين زائد كلاب وما استجاب نعطيه سيفتريكسون إنجكشن. في حال كان ماخذ أورال سيفالوسبورين وما استجاب كمان سيفتريكسون إنجكشن. ممتاز. وآخر شيء سيفتريكسون وما استجاب كليندامايسين. وزيتروميسين كمان نفس الشيء كليندامايسين. ممتاز يا ألا. مفهوم اللي حكيناه واللي عادته ألا؟ هذا مش فاهمه، هذا اساس الثيرابي كامل يا جماعه، اللي مش فاهمه بده يحكي لي هسه لانه انا ححط كيس والكيس فيها كتير اشياء بدنا نفكر فيها، وبالتالي اللي مش فاهم كيف يلعب بالادويه هاي ومن شو الفيرست لاين والرجي بدي اجيب كل شيء بتخطر ببالك، ممكن اجيبه سيفير وتايب 1 الرجي وما استجابش وشو نعطي الفيرست لاين شو بعدين بنزل كل هذا السيناريو المشروع بالجدول بدي اجيبه كيس. تمام يعطيك دكتوره. هلا مثلا في عندنا مريض بياخذ مثلا اورال سيفالوسبورين، تمام، فاحنا بنستنى عليه من يومين لثلاث ايام، فاذا ما تحسن فبنحوله لسيفتريكسون. ممتاز. طيب كيف قديش المده حتى نعرف انه سيفتريكسون مثلا اشتغلت ولا لا؟ هلا حنحكي عن الفترة، بس هلا التبديل من دواء لدواء مفهوم، الديوريشن هلا بعيده. تمام مفهوم. تمام هلا كيف نحول من دواء لدواء؟ طيب ثاني نقطة بدنا نحكيها زي ما حكى شو اسمه حمزة، الديوريشن الأساس يا جماعة بالديوريشن انه هو 10 أيام لكل الأدوية، بس في عنا استثنائين، إذا اخترنا أزيثروميسين باخذ 5 أيام بكفي، بس مش الكلاريثرو. يعني لاحظوا هون عندي أزيثرو أو الكلاريثرو، الكلاريثرو هاي مدحوشة بس مبينة، يعني ممكن أنا هدول تايب 1 أليرجي نان سيفير أو سيفير أعطيه كلاريثرو بصير عادي ما عندي مشكلة، مش ضروري أزيثرو، يعني نقول ماكرولايز. طيب إذا كل الأدوية هدول سواء كان النوع الأول أو اللي حولنا عليهم بدهم يمشوا على 10 أيام ديوريشن إلا استثنائين، الأزيثروميسين 5 أيام بكفي، سيفتريكسون يوم يومين لثلاث أيام بكفي، بس كل ما خلصنا ثلاث أيام أفضل، ممكن يوم لحاله بكفي يومين أو ثلاثة. هلأ إذا كان عندي نون سيفير كيسز سبع أيام ممكن إنف، يعني الأساس إنه 10 أيام لكل الكيسز سيفير ونون سيفير. في ناس بيحكوا إنه إذا كانت عندنا نون سيفير كيس فسيفن دايز أوف أنتيبيوتيك إز إنف، طيب بصير، يعني ممكن انت بشرح الكيس اذا سالت انا عن الديوريشن تقول لي اذا انا كانت الحاله نان سيفير بتقولي لي هو الاساس 10 ايام بس ممكن نوقف عندي اليوم السابع لانها نان سيفير كيس. اوكي هذا ممكن يكون.
هذا الأساس بالديوريشن. هلأ النقطة وين؟ افرض أنا أعطيته أموكسيسيلين على أساس 10 أيام ومشي يوم يومين ثلاثة ما في تحسن، وقررت أعطيه أموكسيكلاف بصفر العداد، برجع لأموكسيكلاف بده يتاخد 10 أيام، ما بكمل على اليومين اللي ماخذه لأنه هو ما استجاب على اليومين الأولانيين. يعني مرة تانية الكيس طلعت نان سيفير ما عنده أليرجي، أعطيته أموكسيسيلين، استنيت عليه يومين لثلاث أيام ما في إمبروفمنت، يعني البين ما خف والفيفر ما قلت، قررت أعطيه الأموكسيكلاب حسب الجدول، أعطيته أموكسيكلاب بصفر العداد، بده ياخذه 10 أيام لأنه اليومين الأولانيين ما استجابش عليهم. ليش يروحوا من وقت الأموكسيكلاب؟ ما استجاب عليهم، ما في إمبروفمنت بالثيرابي بالكيس. واضح الجواب يا حمزة؟ طيب دكتورة، سؤالي بالتحديد كان إنه مثلاً في مريض عم يأخذ أموكسيسيلين، تمام؟ هلا هذا المريض بعد يومين لثلاث أيام شفنا إنه ما استجاب، فأعطينا أموكسيكلاب. تمام. هلا الأموكسيكلاب إحنا رح نصفر العداد. بدي يأخذ 10 أيام. نستنى عليه 10 ايام لحتى نعرف انه نجح ولا ما نجح، بلكي بدنا نغير احنا. لا حلو، 10 ايام للديوريشن، بس برضه بدك ترجع تصفر له، بدك تعطيه من يومين لثلاث ايام واتشنج بيريود. هل قلت البين؟ هل قلت الفيفر؟ ما قل، بدنا ننزل لسيفتريكسون، هي اموكسيكلاب بنزل سيفتريكسون. يعني دكتور خلينا نحكي انه مثلا اليومين لثلاث ايام هاي ثابته لكل الادويه كاختبار. ممتاز السؤال، هذا ثابت لكل خيار اخترته. ما زبط أموكسيكلاب السكند تشويس، بروح على سيفتريكسون. بس بهاي الحالة بالذات صراحة إذا صار another failure هذا وجبة الكلتشر. إذا أعطيته الانيشال ثيرابي وصار في failure بعطي another chance لإمبريكال، يعني هون لهلا ما جبناش سيرة الكلتشر، بعطي أموكسيكلاب بقول لك. بس برضو إذا الأموكسيكلاب ما استجاب صراحة بتحول على سيفتريكسون، بس برضو بتعطي عينة للكلتشر أشوف شو هاي البكتيريا اللي مش ضابط معها حتى دوايين. تمام؟ تمام دكتورة، وضحت. تمام. طيب سؤال تاني. طيب بعد الديوريشن أشوف، كنت عم بشوف إذا في إشي ما وضحته. تيمبانوستومي هذا يعتبر من البريفنشن للريكرنت. احنا قلنا الريكرنت قبل كانوا يعطوه انتيبيوتيك بريفنشن، بعدين لما صار ريزيستنس ريت عالي بالبكتيريا وقفنا الانتيبيوتيك بروفلاكسيس، فصاروا يستخدموا التيمبانوستومي تيوب اللي هو نعمل اللي هو هاي الصوره اللي شرحناها، تنفيسه. اوكي، تنفيسه بيطلع الافيوجن، لانه وجد دراسات انه الافيوجن هذا المتجمع بضله متجمع هون هو ميديا للانفكشن، للريكرنت انفكشن. فلما تعمل التنفيسة وتطلع الإفيوجن المتجمع هذا بالدان، بوجدوا أنه كتير بتحسنوا جماعة الريكورنت انفكشنز. في هون كنت بدي أحكي كمان هاي الصورة يا جماعة، هاي إير بابلز. هاي السيرجي كتير عمل بدون حيوي، بدون ما يكون مضاد حيوي المريض. طبعا الريكورنت ما بنعطي مضاد هلأ بعد، يعني احنا الريكرنت بيكون في عنا اشي اكيوت انفكشن، بعدين بصير بهدا، بعدين برجع انذر انفكشن. هلا هو بعد بهاي المرحله لما يكون او ام اي، يعني اوتايتس ميدا وذ افيوجن، لما يوصل هاي المرحله نعمل التني انسيرشن للسيرجيكال بليد وبنفس. طبعا اذا في انفكشن انا ما بلعب فيه، اذا هو اكيوت اوتايتس ميدا بعطي انتيبايتيك. لما يوصل لهاي المرحله اللي اوتايتس ميدا وذ افيوجن بستخدم هاي السيرجيكال. ما هو ايش الريكرنت؟ في عنده اكيوت انفكشن، بعدين بيهدى المريض، بعدين بعد شهر شهرين بصير عنده اكيوت انفكشن. بالفتره بين الشهر شهرين هاي الفتره ما اعمل هاي البروسيجر، بس ما بعملها وهو في عنده كرنت انفكشن. يا جماعه ما بعمل وهو عنده سيمبتومز، لانه في ريسك انه سي سبريدنج للانفكشن، هذا خطا. طيب نرجع لهون، هاي الصوره بشوفها الدكتور بهذا المنظار تبع الدان، لما بشوف في عندنا اير بابلز موجوده بالاير ديسشارج اللي جوا او بالسوري بالديفيوجن المتجمع، هذا معناه
عنده هذا بلغة جماعة الأذن ألف أذن وحنجرة، هاي معناه إنه المريض وصل هاي المرحلة. أوتايتس مين ذا ديفيوجن، لما يطلع بهذا المنظار تبع الأذن يلاقي إنه في إيربابلز، معناه إنه وصلت لمرحلة أوتايتس مين ذا ديفيوجن. وكون المريض وصل لهاي المرحلة وهي احنا قلنا ممكن تلحق الأكيوت أوتايتس ميدا، معناها إنه ongoing infection، infection خلص. فالمضاد يعني هذا معناه عندنا يعني إثبات تاني غير السيمتومز إنه أنا عندي لازم أوقف المضاد الحيوي. إذا متى بوقف المضاد الحيوي؟ بالعادة بعد أسبوع 10 أيام بنوقف المضاد الحيوي. برضو الدكتور لما بفحص المريض ويشوف هاي المنظر بيتأكد إنه خلص no longer need for antibiotic، لانه هاي الصوره بتاكد له انه وصل لمرحله اوتايتس ميديا وذ افيوجن، يعني خلص الاكيوت اوتايتس ميديا ستيج ودخل بالاوتايتس ميديا وذ افيوجن، وبالتالي خلص نو لونجر نيد فور انتيبايوتيك، بوقف المضاد الحيوي. هذا برضو حبيت اكد عليها. وهون في جملة كلمة حدا سألنا عنها defervescence، هاي معناها يعني ما عندنا fever. defervescence يعني خفة الحرارة، إذا مرقت عليكم هاي معناها برضو indication للimprovement. بالعادة البين والfever بتقل خلال يومين لماكسيم ثلاث أيام. باقي السيمتومز يمكن بحاجة لأ لسبع أيام لحتى يصير asymptomatic المريض، بده سبع أيام على الأقل. البين والfever أول يومين بيخفوا إذا ناويين يخفوا، خلصوا اول يوم يومين اللي هي 48 72 ساعه وما في تحسن، لازم اخذ اكشن، لازم اغير الدواء، بنزل على الادويه اللي تحت. هاي كان السمري للاوتيتس ميديا، مفهومه ولا مش مفهومه دكتوره؟ سؤال يعني بحال بعمل تعمل بهمني بالكار ريكرنت ان اعمل كلتشر حتى اشوف مين اللي ضلوا يعمل لي ري انفكشن، هل هي كل مره بكتيريا شكل ولا نفس البكتيريا وريزيستنت على المضاد الحيوي اللي بستخدمه في فرصه اغيره. فاه لازم اعمل كلتشر. اصلا انت ما هي تيمبانوستومي، مش انت عم بتطلعي هون عم بتطلعي الفلويدز، هي ايش تيمبانستومي؟ عم تعملي تيني سليت بالاير درام، ما هو حيطلع عندك فلو بتاخذي منه عينه للكلتشر، بتضرب يعني عصفورين بحجر، بتريح المريض من هذا الفلويد الافيوجن المجمع. ثاني شيء بتاخذي عينه كلتشر بتتاكدي شو المايكرو اورجانيزم اللي ممكن بضل يعمل لي ري انفكشن. احنا هيك بكون خلصنا الاوتايتس ميديا. ان شاء الله ان شاء الله انه اليوم بنزل لكم كيس تبع يعطيك العافية. عفوا سؤال مثلا مريض عم ياخذ انتيبيوتيك تمام، بس قبل هذا الاسبوع قبل ما يكمل اسبوع الدكتور شاف له فيوجن تمام، اكتشف انه في عنده فيوجن، فبنوقف الانتيبيوتيك مباشرة ولا لازم يكملوا مثلا اسبوع مباشرة؟ الفيوجن برضه جزء من السيمبتومز يا حمزة، يعني الفيوجن اذا رجعنا احنا على الاكيوت اوتيتس ميديا هيها برضه الفيوجن من السيمبتومز، الفيوجن موجود بالسيمبتومز تبعت الاكيوت اوتيتس ميديا، بس الاوتيتس ميديا وذ افيوجن هي كل السيمتومز راحت تضل الافيوجن. هاي اورجيك ايوه اكيوت اوتيتس ميديا وان اور مور من السيمتومز هي الاير ديسشارج، من وين جاي؟ ما هي جاي من الفلويد اللي جوا من الافيوجن، فالافيوجن موجود بالاكيوت اوتيتس ميديا. لما يخلص مرحله الاكيوت اوتيتس ميديا بتروح البين وبروح الفيفر وبتحسن المريض بصير ياكل منيح، بضل الافيوجن. ايوه يعني انا اذا فحص الدان ولقى فيها فيوجن لا ينفي انه ما عندوش اوتيتس ميديا اكيوت، بس هو بانتهاء العشر ايام بيرجع بشوف بلاقي بس فيوجن، بقيس الحراره بلاقيها نزلت، الاير بين بسال المريض بيكون راح، المريض اذا بيبي بتحسن اكله، بس بضل الافيوجن، بكون انا تاكدت انه دخل مرحله الاوتيتس ميديا وذ افيوجن، بس باقي السيمتومز مش موجوده. اوكي واضح السؤال جواب؟ تمام دكتور يعطيك العافيه. طيب ثاني نوع من الانفكشنز اللي هي بالابر ريسبيرتوري تراكت هي الفارنجايتس. فارنجايتس هي مينلي
التهاب للثروت اللي هو الحلق. تمام، الحلق التهابه غير عن الوز، يعني انا الحلق اذا بدنا نشوف هاي الصوره، هاي الحلق، هذا التهاب الحلق غير عن التهاب اللوزتين. بس اغلب الكيسات بتجيني عندهم الشغلتين، عنده التهاب حلق وعنده تونسيلايتس. يعني التهاب اللوزتين هي تونسيلايتس، يعني هون اذا شفنا هاي الحلق، هاي الحلق هذا سقف الحلق. تمام، ورا الحلق في اللوزتين، فممكن يجي فارنجايتس التهاب حلق لحاله، حلقه احمر، وممكن يجي عندي فارنجايتس زائد مين، زائد تونسيلايتس. وهي اغلب الكيسز بيجي عنده التهاب حلق مع التهاب اللوزتين. تمام، فلما احكي فارنجايتس هي mainly throat infection. فارنجايتس وتونسيلايتس هي، يعني فارنجايتس and تونسيلايتس هي التهاب حلق زائد اللوزتين، اللوزتين. واغلب الكيسز بيجي معهم مع بعض. في كيسات تجيني بس التهاب حلق واللوزتين، لما بعمل اكزامينيشن بلاقيهم ما فيهم التهاب. Pharyngitis responsible for 1-2% of all outpatient visits. Yes. يعني اغلب العيادات بيكون فيها جايين pharyngitis بشكل 1-2% من اغلب كيسات المرضى. Although، شوفوا الجملة هاي مهمة. Although viral causes are most common. يعني اذا قارنتوا بالاوتيتس ميديا، ايش كان الموست كومن للاوتيتس ميديا؟ viral ولا bacterial؟ بكتيريال، صح. بس نيجي هون، هذا خلص اسكروا الاوتيتس ميديا. بس نيجي هون عند الفارنجايتس اغلبه فايرال. الفارنجايتس اغلبه فايرال انفكشن. ولكن خلينا نكمل الجمله. الجروب A بيتا هيمولايتك ستريبتوكوكس اللي مسميها ستريبتوكوكس بايوجينز ذا برايمري بكتيريال كوز. هذا كتير خطير الانفكشن. مرة تانية، أغلب كيسات الفارنجايتس عبارة عن فيرال انفكشن. الأقل النسبة هي بكتيريا، بس إيش مشكلة البكتيريا هاي؟ سيئة. هاي البكتيريا، هاي بيتا هيمولايتك ستريبتوكوكس اللي مسميها ستريبتوكوكس بايوجينز، إذا صارت هي بكتيريا سيئة، يعني فيريولنت، يعني ممكن تعمل لي مشاكل وتنزل على القلب. ما حد يعني ممكن سمعتوا بزماناتكم واحد كان عنده التهاب لوز نزلت على القلب، صار عندي اندوكاردايتس، لانه هاي البيتا هيمولايتك ستريبتوكوكس بكتيريا من النوع السيء. مش زي لما احكي ستريبتوكوكس نيموني مثلا، ستريبتوكوكس نيموني يعني نوعا ما مش سيء كثير كبكتيريا. هاي البيتا هيمولايتك من اسمها كمان هيمولايتك، هيمولايتك ممكن تعمل لي هيمولايتك انيميا، بتكسر الار بي سيز، تنزل على الجوينتس، تعمل لي روماتيك، اسمع اورجيكم شوي، ممكن ايش تنزل على الجوينت، تعمل لي روماتيزم، ممكن تنزل على الهارت تعمل لي اندوكاردايتس وبعدين هارت فيلير، ممكن تعمل لك سكين انفكشن، ممكن تدخل على السي ان اس. فهي هاي كبكتيريا سيئة. طيب شو يعني إذا سيئة؟ يعني لازم أعرف إذا هو بكتيريا ولا لا. يعني أوكي الموست كومن كيسز هي فيرال، بس لازم أعمل رولينج أوت لهاي البكتيريا، أتأكد إنها مش بكتيريا، برغم إنها نسبتها قليلة، بس لازم أعرف إنه هي مش هي سبب الإنفكشن. تمام؟ هاي البكتيريا نسبتها قليلة، بس مشكلة إذا طنشتها وصارت الكومبليكيشن تبعتها كتير سيئة. فلازم اتاكد انه انا ما عندي هذا النوع من البكتيريا. بيتا هيمولايتك ستريبتوكوكس لها اسم ثاني ستريبتوكوكس بايوجين، اختصارها هيو جي اي بي اتش اس. خلينا نفكر فيه. جي اي، شو جي اي؟ جروب. هاي الجي الاختصار جاي من هون، جروب اي، هاي جي اي. B هاي بيتا، H هيمولايتك، هيمولايتك يعني هيموليسيز، يعني الـ RBCs destruction، والـ S ستريبتوكوكس. إذا يا بحكي جروب A هيمولايتك ستريبتوكوكاي، أو بحكي GABHS، أو بحكي ستريبتوكوكس نيموني. هاي برضو الـ S هي ستريبتوكوكس. كنترول C، بعرفوش الاختصارات.
هي ستريبتو كوكس كوكس نيمو ابيوجنس. ستريبتو كوكس نيموني مثلا كانت محترمة ما بتعمل هالقد كومبليكيشنز بتخوف زي هاي. البيوجنس دائما معروفة بتغلب ستريبتو كوكس بيوجنس. بالأوتايتس ميدا كان اسمها ستريبتو كوكس نيموني او نيمونيا، في ناس سموها نيمونيا اختلف. طيب حتى الجي اي بي اتش اس اطلق عليها اسم هيك كومون اسمها ستريب ثروت، يعني الثروت انفكشن اللي سببه الستريبتوكوكس بايوجين سموها ستريب ثروت. اذا هاي الجمله تقودنا للكونكلوجن التالي، انه انا لازم اميز بين الفايرال فارنجايتس والبكتيريال فارنجايتس. مش لانه البكتيريا الكومون، لانه البكتيريا اللي بتسبب لنا البكتيريا الفارنجايتس سيئه فلازم اعرفها. طيب اذا لو سالت انا الموست كومون مايكرو اورجانيزم بالفارنجايتس ايش هو؟ فيروس. البكتيريا ليس كومون بس لازم اعرفها، مش لانها كومون لانها سيئه فلازم اعمل اعرفها، واذا عرفتها لازم تتعالج. اذا تاكدت انه هو بكتيريا اللي هي هاي ستريبتوكوكس بايوجين لازم تتعالج لانه بتعمل لي كثير كومبليكيشن سيئه. طيب ما دام اذا عندي فايرال انفكشن هو الاغلب، شو عندي فيروسز؟ هاي الكورونا يا سلام. كورونا فيروس ممكن يسبب لي 5% من الكيسز، بس اغلب الكيسات هي راينو فيروس 20%. خلينا اوقف عند هذا السلايد لانه بدي فيه تفصيلات، بس حبيت يعني اني ادخل بالفرنجاتس كانترودكشن.